عملوا إيقاف للربح، فإحنا فتحنا القناة الجديدة بتاعتنا دي عشان نبدأ نقدم خدماتنا من عليها تاني، والناس اللي هي عايزة أي خدمة في المصالح الحكومية إحنا طبعا تحت أمرهم زي ما كنا موجودين على القناة القديمة، هنقعد على القناة دي بالظبط. مفيش أي حد معاه أي سؤال أنا تحت أمره، أي سؤال أنا تحت أمرك، لو عايز تشارك البث برضه مفيش مشكلة، ولكن إحنا يعني من الناس اللي هي مش بتحب تقول لحد شارك البث، لأنه الخدمات بتاعتنا مجانيا للنهاية يعني للنخاع. القناة بتاعتنا زي ما قلنا يا جماعة محتواها يخص التصالح على مخالفات البناء ورخص البناء وفي الاشتراطات البنائية الجديدة والمدن والقرى ورخص المحلات. طبعا الواحد مش عارف يقول ايه يعني على القناة القديمة، ولكن الحمد لله احنا قلنا نحتسبها عند الله، وربنا ان شاء الله هيعوضنا على القناة بتاعتنا دي. البث ده مجرد بث تعريفي، يعني احنا بنعرف بس بالقناة بتاعتنا، مجرد ان هو بث تعريفي، ولكن بعدين فيما بعد هنبقى نختار مواضيع نتكلم فيها في البث، يعني ان شاء الله في الايام الجاية او تقريبا مرة في الاسبوع هنعمل بث مباشر نتكلم فيه على المواضيع ونتكلم فيه على التصالح الجديد. طيب هو بس يعني التصالح خلال الفترة اللي فاتت الناس كانت بتتكلم عليه بكثرة يعني، وعاوزة تعرف امتى هيفتح التصالح الجديد والقانون الجديد. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد تم اعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء يعني تقريبا من 10 أيام، الموضوع مش من بعيد قوي يعني، وهيبدأ العمل عليها إن شاء الله خلال الأيام الجاية، ولكن ما تقولش لي امتى هيبدأ التصالح، لأنه لغاية دلوقتي حتى الآن لم يعني ما جناش منشور رسمي بأنه احنا نبدأ في التصالح. فأول ما هيبدأ طبعا احنا هنعلن الناس وهنتكلم وهنقول أنه التصالح بدأ، علشان الناس اللي هي عايزة تقدم في التصالح الجديد طبعا ليه مميزات كثيرة جدا. التصالح الجديد أو القانون الجديد في التصالح ليه مميزات كثير جدا، ومن المميزات دي أنه هو استثنى 3 فئات فقط من عدم التصالح، ومنها اللي هو طرح النهر والمنشآت الآيلة للسقوط والآثار، دول اللي انت ما ينفعش تتصالح عليهم، ولكن بعد كده أي حاجة تاني ممكن تتصالح عليها. في كمان اللي هو في الجراجات في القانون الجديد ما ينفعش تتصالح عليها في الفترة الحالية، ولكن بعد كده أي حاجة ممكن تتصالح عليها. ومن مميزات قانون التصالح الجديد كمان ان هو حط لنا يعني بند الاستكمال. بند الاستكمال ده كنا فاقدينه في قانون 17 لسنة 2019 اللي هو قانون التصالح القديم، وهو ان التصالح بيبقى على الاعمال القائمة فقط، لكن لا دلوقتي التصالح بيكون على الاعمال القائمة، ومن حقك بنموذج 10 او بنموذج يعني هو في القانون الجديد مش نموذج 10، هو بيبقى نموذج تاني، ولكن احنا لسه الكلام مش اكيد يعني، ولكن بالنموذج التصالح بتاعك ينفع تستكمل البناء بتاعك عادي جدا بدون اي مشكله، يعني لو انت مطلع اعمده او اسمنتات او ما يشابه ذلك ممكن تقدر انك تسقف بنموذج التصالح بتاع حضرتك اللي انت هتستلمه من الجهه. طبعا هتبقى في تفاصيل كثيره احنا هنبقى نعرضها على حضراتكم عشان نوضح لكم طريقة التصالح، ونوضح لكم طريقة أو آلية العمل على القانون الجديد اللي هيبدأ إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة. طيب يا جماعة كده مفيش أي حد معاه سؤال؟ أي حد تاني معاه سؤال بدل ما نقفل البث كده على يعني، لو في أي حد معاه سؤال يتفضل يكتب في تعليق.